والفرقه كلها كان بتغني. تتصور ان دي حاجات بسيطه، لكن لما تطلع وانت عندك تقاليد وطقوس بتربطك بالنادي الاهلي وبتقدير النادي الاهلي. احنا كان عندنا تقليد ومحرم عاش هذا برضو ممكن يكون اكتر مني بس انا حضرت اخر مره اتعمل فيها الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي ده كان عباره عنك بتقسم النادي الاهلي، النادي الاهلي كله 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 اطفال كله. رجال شيوخ فرق رياضيه على 8 اسر. اوكي، كل اسره واخده اسم رمز من الرموز، واخده الوان ولون يعني كل واحد انت كنت في اخر مره انا كنت إيه؟ في البنفسجي. البنفسجي معايا كمال حافظ الافتراء كله رحمه الله عليه. وانا كنت في انا كنت في الاخضر عبد الله الفيصل كنت سكرتير. كل واحد ليه رئيس يعني، كل الاسر دي كل الهيد بتاعها باسم هيد اوكي. اللي ضحكك بقى ايه الفاينل بيكتب تتنافس على كل الالعاب، الفرق طوال اسبوع اوكي أسبوع. كل النادي تاخد كتيب ادي اعضاء النادي اللي في ايه في الاسره بتاعتك، في الاسره البنفسجي او في الاسره بتاخد ايه بقى مثلا وكل اسره تعمل ايه تجتمع اسره كلها تجتمع مع بعض عشان نكون الفرق. هتكون انت ايه بقى هاند بول، بس حاطط لك معايير في الهاند بول تعمل ازاي. لازم بنت وولد وطفل وراجل فوق السن وليك لاعب او لاعبه من الفرق الرياضيه. اوكي، الكره نفس الشيء، العاب القوى نفس الشيء، الاسكواش. فاحنا والبنفسجي لا يقول لك الفرق كله لا لا كان خلاص كسبنا جميل احنا والبنفسجي لان كله بقى بنعرف بعض متكافئين اوكي. فاضل الاسكواش هتحدد مين بطل الكاس العام. تمام، انت واخد كتيب بيقول لك الكبار بتوعك فلان وفلان وفلان دول يعتبروا من الكبار. تمام، فانا جالي في الكبار بتوعي من حظي البطل العالم ابراهيم امين، بس كان فوق الـ50 ربنا يديله الصحه دلوقتي. احنا يعني هو موجود دلوقتي وراجل يعني من اعظم الشخصيات الرياضيه، من الابطال الرياضيين العظام اللي لازم نحييه. فجالي يا راجل ابراهيم امين ده دي عشان طبعا جميلة. انت طبعًا. انت ساعدت على الظلم ده مين محرم لا ما احب اخش في الرياضه خلاص بقى خلاص بقى الرياضه بتاع الفرقه بتاعتي اخسر بص لا ظلم ايه بقى فلعبنا الاسكواش، اللي يكسب الاسكواش يشيل الكاس العام. كسبنا سكواش طبعا يوم كمال حافظ كمال حافظ رئيس اللجنه المنظمه اللي هو رئيس البنفسجي راح مقدم طعن ان انا لعبت لعيبه دوليين. قلت له قلت له كمال ايه انت طابع كتيب 50 سنه لا هو قال لي دول فوق السن الكتيب بيقول كده ازاي تطعن على حاجه موجوده في الكتاب بس يا عادل بلاش غلب وراح شاطب نتيجه الاسكواش رحمه الله. ما كانش يحب يخسر ابدا كمال حافظ ده اسطوره من الاساطير الاداريه يوما ما هنحكي هو قريب صح. كمال بيه حافظ ده كان قريب اللي هي صله قرابه مع مختار التتش. طبعا الله مختار التتش ده انا يعني مختار التتش انا عشت قريب منه بس انا كنت خايف اقرب منه يعني اخاف فعلا. اقرب منه يعني مختار التتش ده كان في اوضه اللبس معانا انا كنا في جزء والاطفال السباحه والاطفال وهم في جزء تاني الكبار اللي هو العضو العامل قاعدين في حته تانية بيلعبوا تنس وبيلعبوا فكان الراجل مختار التتش ده كان الواحد يقلق ان هو يجي جنبه تقلق تيجي جنبه عادي البرفكشن عادي الكمال حاجة مش ممكن كسبانين السكه الحديد 6-1 وحلم ابو المعدي طالع وبيسقف بلاش 6-1 فقابل مين؟ الله يرحم الجميع يعني مختار التتش فقال له انت فرحان قوي مش مكشوف على دمك فالتاني عمل كده قال له مختار بيه في ايه؟ قال له انتم مضيعين 10 اجوان، قال له الله يكون في عون اللي خسر. لا مختار بيتش عادل عادل كمال مقابل محب يوسف مره كان محب يوسف ده كان جان يعني كان طيار من طيار وكان لعيب كوره بس جاله في ركبتين الاثنين بس كان لعيب فاز فلقاه رابط بلوفر اصفر كده قام بص له كده قال له ها لبستني الاصفر والله ما انت نافع ويمشي يعدي عايز كل حاجه بالكتالوج الصارم الصح فزي ما بيقول لك محرك كنا نشوفه الخير من غير ما يتكلم من غير ما يتكلم خايف
بيشوفك يقول لك حاجه. طبعا مختار يعني من دون القاب كده، مختار مختارتش ده من العمالقه اللي انا يعني من العظام طبعا، من العظام مختار. طيب. كان بيلعب سكواش، كان بيخش الملاعب السكواش يكسر الدنيا ملاعب السكواش، وكان بيختار ناس اخويا اوكي، بس اللي يجي جنبه بقى اتفرج على اللي هي نفس الكتاف بقى والبتاع ويكسر، ما يخسرش طبعا تقريبا يعني منين. ما علينا نديك. طيب